توماس، كيف تعرف أي بقرة منها تجيد الغناء والرقص؟ التي تقول أفضل. أهلاً جوردن، لم نسمع عجلاتك. لم نسمع قطعك للطريق مثل قطيع الأبقار الكبيرة. مضحك يا بيرسي. والآن يجب أن تذهب كل هذه الأبقار إلى مزرعة ماكول اليوم. هل تعرفان من يستطيع القيام بهذه المهمة؟ مو، أعني أنا. وأنا مو، أعني وأنا معه. ولكن هذا العمل لن يكون سهلاً. ليصعد الجميع حتى نستطيع المغادرة. واحدة، اثنتان، ثلاث. سيكون هذا ممتعاً للغاية. أجل. ثمان، تسع، عشر. تأكد من غلق البوابة حين. هل تنصتان إلي؟ يجب أن تتوقفا عن هذا اللعب وتنتبها للحمولة لتطمئن على كل الأبقار. لا تقلق، ليس من الصعب تسليم ثماني بقرات، بل عشر بقرات. سننتبه إليها جيداً. إنه وعد توماس، والآن موعد الذهاب. حظاً سعيداً. ومومو هنا ومومو هناك، هنا مو هناك مو، الجميع مومو، كل العجوز عنده مزرعة. إيه إيه أو.